التمرير في العمق احمد سعيد اوكا، لكن يعني ما فيش في عادي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يخطفهم يخطفهم هنا امامنا، تسديده من نص الملعب، هدف هو الاجمل، هو الاجمل يمكن في هذا الاسبوع، ولسه في مباريات كتير، لكن هدف من اجمل اهداف الدوري، تسديده ولا اجمل ولا اروع ولا احلى. لسه بقول الباص ما كانش حلو في عمق الدفاع، لكن هنا خطفهم، لقى الكوره وخطا دفاعي كان في اللقطه الماضيه، والتسديده ولا اجمل ولا اجمل، تثبيت لمحمد عبد المنصف، والهدف الاول لفريق نادي الرجاء امامنا هنا، اعتقد نصر رمضان هو اللي سجل الهدف الاول. تسديده ولا اجمل، شوف هنا خطا دفاعي ميس باص، والتسديده من بعيد من بعيد من نص الملعب، تثبيت تثبيت للاعب محمد عبد المنصف، ودفاعاته بيتفرج عليها زيه زينا، يستمتع بيها زيه زينا امامنا هنا.